بروح انا وروب الفيلا بالسياره. أيوة. وانت ارجع مشي. لا لا الله يرضى عليك. خسيت كله. لا غايد والله العظيم هذا إيه. والله بعيده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله هذا الوجه. الجزء الثاني من سلسلة تخسي تقول لا. طبعا الجزء الأول وصلتوا 1,100,000 مشاهدة، مو بس كذا 92,000 لايك، الله يعطيكم العافية. الجزء هذا إذا وصلتوا نفس اللايكات ما بكون طماع، بنزل الجزء الثالث مع مشاهير التيك توك، وهذا أول واحد. بمناسبة هالشيء جايب لكم شيء خرافي مرة رهيب، اللي هو جيف اواي 50,000 ريال، ما اتوقع انه في اكثر من كذا. الجيف اواي بسيط مرة، 3 ضغطات، طبعا جيف اواي من سي سي بلاي، الله يعطيهم العافية مرة ما قصروا معنا. الثلاث اشياء وش يا رايد؟ تحمل التطبيق، تسوي لي فولو، وتسوي حساب الفري فولو، بس الرابط حصونه تحت. مو بس كذا، في مقاطع بتكون خاصة بنفس البرنامج، انا انزلها واغرد عنها وكلام ونسولف مع بعض بنفس البرنامج. لا تنسون، حملوا التطبيق تحصون الرابط تحت، وخلونا نسولف مع بعض. مشينا على المقطع. الحين بنداهم روب، والله العظيم انه ما يدري والله. السلام عليكم. في حريف؟ يما شو القطوة ذي؟ ايه تعالي بس. يما عليكم السلام. وين طيب؟ من مكان مكان تحت. هنا. السلام عليكم. روب قم. طبعا روب متعود على الكاميرات جماعة الخير عادي. تعبان عيني. لا لا قم صحصح قم. قم وجهك قم. أكيد وجهي قرب. كل سنة كل سنة روب. روب ركز معي. ما صحيني كلمة فجأة صح؟ لا لا عادي. سنيري. شوف سنيري جماعة محلقينا. والله طلع كنا باين نانو. ركز صح هذا الحين جالس صور سلسله وشي تخسي تقول لا يعني مستحيل تقول لا اجباري يعني اذا انت ما صورت معي وقلت لي ما بتطلع ما تطلع يا ويلك مني ما راح بصحيك من النوم كل يوم مويه ايه ايه خلنا صح صح ما في صح صح تحداني تحدي مستحيل اقول لا بتحداك تحدي مستحيل تقول لا طيب تبي تصحصح انت؟ انت موافق انك ما تقول لا ابدا؟ ايه خلاص تمام. قل قسما بالله اني ما اقول لا. والله ما اقول لا. وانا ورب الكعبه اني ما اقول لا. طيب لا بد من تصحصح، انا بخليك تصحصح، والله العظيم بخليك تصحصح. تروح طب مسبح على طول، نفس مسك. ايه حلفت انك ما تقول لا، هذا التحدي روب. روب هذا التحدي والله. الواحد يقوم من صباح الخير. قم يلا. بس اقول لهم قلهم يشتركون وانت وجهك كذا. اشترك الله ياخذ ام القهم صحينا من النوم عشان اصور مقطع. رغم الظروف يا جماعه الخير رغم الظروف الا اشترك الله يعطيك العافيه. اشترك. انا كبير بالعمر. انت شاب منك تسبح كذا لا تطلب مني طلب وصف. لا انت كبير بالعمر. كبير بالعمر صادق قوم عيالك قوم عيالك واسرع. لا لا والله لا والله برد. ما لي عادي 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 عادي. رايد والله بمرض. والله عادي ما تمرض باذن الله. يلا طب. والله ان روب رد والله انه فاز بالتحدي الله يستر والله ممنوع اطب مسبح انا غير المسبح روب انت تصورني كثير اذا ما رحمتي مقاطعك ما راح ارحمك عشان يطلع شكلك جميل لانه ما عجبني الشوط حقي ضيه ابيك تل مقطع كامل كما بروب لا زاح خلاص تقول لا ايه عزيز مشاهد عيب؟ لا ما شوف العيب. ايه نلبس روب مقطع واحد بس. لا 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 مقطع كامل روب. زاح ايوه خش تقول له انت لعبت صح؟ انت لعبتني وحلفتني. حسبي الله ونعم الوكيل روب. والله ما انت طيب مني تم وقم لا تمرض بس. انا ام القهر. يلا الحين نروح لمين؟ عند مين عند مين عند مين نبدأ بمين؟ أقرب واحد فير فول ولا ركان غير؟ السلام عليكم يا الربع نبدأ بمين ونخلي بمين؟ السلام عليكم فير كيف حالك؟ الحمد لله لا بسرعة هذا من التحدي ترى لأني أنا ما أقول لا السلسلة هذه تخسي تقول لا تخسي وتعقب تقول لا أي شيء تطلبه مني ما أقول لك لا يا رجل أقول فلوس أبدا ما قلت شيء مو فلوس أضبط لك قبل شوي يوم انا مريت جنبك يمكن من قد قاعد اتكلم انا ابوك كنت اكلم ابوي صح؟ اكلم ابوي طيب اسمع وين جوالك؟ طلع جوالك نعم جوالك تدق على ابوي تمدح فيه وترفع فيه كل شيء
كل شيء يما لا 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 بير. كل شيء تبغى تفل عليك ما ابي تفل عليك ابيك تمدحني مدح ينصدم ويقول بسم الله هذا ولدي هذا ولدي فير فل تم ورب الكعبة السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله يا ابو عبد الله. هلا وسهلا حياك الله. الله يبديك ويسلم شلونك طيب ان شاء الله؟ خير ونعم الله يرضى عليك. يا بعد ما اللهم لك معاك رايد الشمري يا صديق عبد الرحمن بالعمل. ونعم. ما عليك زود يا بعد راسي، والله اني حبيت اقول لك ان ولدك ما شاء الله تبارك من اخير الشباب ومن اكرمهم ما شاء الله. جزاك الله خير. وياك الله يطول بعمرك، ما ودك تزورنا يا ابو عبد الله؟ والله ان شاء الله ليش لا؟ يا رب الله نتشرف فيك يا ابو عبد الله وولدك ما شاء الله تبارك الرحمن من اخير الشباب من الناس الكريمين اي والله وهو اللي مونسنا والله بالدوام ونيس ورب الكعبه ويقول اني انا طالع لابوي حتى بالكرم الله يجزاك خير ابو عبد الله ما معك سلف عشان يا بعد راسي الله يسعدك والله اني ودي اشوفك وتشرف فيك يا ابو عبد الله اي والله يا بعد راسي يا حبيبي الله يرضى عليك ويبارك فيك يطول بعمرك على طاعته ويخلي لك اولادك وعيالك كلهم يا بعد راسي الله يطول بعمرك يا حبيبي يلا ما ودي اطول عليك انا الله يحييك حبيت اسلم عليك الله يسلمك من كل شر الله الو السلام عليكم ايش جيتوت ها يبا بيقطع عليه من الخوف شي يرتجع ما قصرت يبا لا هذا تحدي بسيط والله ورب الكعبه لا اوريك اول شيء الله يخلي لك الله هي عرفت عيال ورب يا شغل مكيف حر عين كتمت والله اني كتمت طيب فيرف انا سويت ما خليت ولا متحه ما سويت فيك طيب بما اني انا قلت انه ولدك كريم وطالع مثلك ابيك تجيب 10 للفله كلهم 10 جماعي للجميع على حسابك ورب الكعبه ما جبتي ويرك عشان اعلمك الكرم الصدق انا كريم نفس ابويا يلا جيب لي 10 طيب تبي لك هلك والله ابشر لا تكذب والله لا اجيب تبي عشا ولا اي شيء لا ابي عشا عشا يليق بالشباب طيب وش اللي يليق بالشباب شو يمكن يبون يمكن برجر يمكن يبون مفطح يبون ما في ذبيحه عشا جماعي بس انه حلو يعني مو برخيص تجيب سندويشات طيب وش تبون 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 عيال برجر تبون رز وش تبون على اي شيء اي شيء اخاف اجيب بيتزا تجي تقول لوس انجلوس لا 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 عادي 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 بيتزا واشياء كويس رجال وصلك الوصله وصل لك الوصله لك والله ما قصر والله سواه وين المطعم وينه هذا الاكل وصل احنا ما عندنا بيض الله وجهك بيض الله وجهك كفو بالكرم الله تم ممتاز يلا 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 يا سلام احسنت يلا 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 اقلط اقلط حياكم الله يا مرحبا والله ما قصر حياكم الله على على حس فيرفل شطاري 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 زين بسم الله بسم الله بما اني انا اكبركم يا الربع والله اي كثر الله خيرك ارحم الله والديك احنا صدنا ركان طبعا دورنا لقينا بدرت اسمها ركان ركان يعرف هذي والله تعرفها ركان خسيق لا حبيبي انا موجود الجزء الاول تعبت فيك لعب طيب الجزء الثاني تحداني اذا صعبت اي ربك ما راح ترحمني والله لا ترحمني ابيك دام انك لابس روب الامور طيبه بعطيك تحدي سهل يلا وشو؟ ارفع صوتك وشو؟ خش الحمام ايوه تقلد صوت ضفدع صوت ضفدع لا لا بالحمامات شيء بالحمامات تقلد صوت ضفدع ما في طلع غصب الان تم اطلع صوت طيب اسمع اسمع ابى ادق الباب يا ضفدع اطلع الصوت ترد علي تم ادق اسكت تم وهكذا انا اوريك تم يلا هنا هو هذا بسم الله يا ضفدع ضفدع لا دقيقة صوتك صوتك ما اسمعي ضفدع 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 خلاص لا 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 ابي تدخل على العيال وانت زحف زي لفعة وتطلع انسان زي يمكن ما تكلم ما تتكلم ولا كلمة وتزحف وكذا تمشي من عندهم ايه وتدور على الصالة كذا وانت زحف تمسح يلا لا لا هذا كلب ايوه ايوه ايه طلع سالك دفن طلع سالك دفن بس ايوه ايه ما 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 ما
جيبها تعبان تعبان يا عيال ممكن تعبان كات 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 ايه اقنعهم بلسانك انك تعبان ركام فاز التحدي والله انه فاز لا امسك الان مع الزلموسين اهلين وسهلا هلا والله بها ركز معي تفضل اتخسي تقول لا تل عندي وزار تلبس الوزره ذي ايوه ما لي حلو حلو هذه تلبسها تاخذ هذا الطبله وتمشي بالفله كامله تروح عند ايات تقول يا ناي ما حد يداي ايه دام رمضان قرب باب الحاره ابي تقول يا ناي ما حد يداي يا ناي ما حد يداي ايوه قوموا على قوموا يوموا من النوم قوموا نفس باب الحاره ما يدخل خليك هنا بجيب لك الخلاط خليك طيب خليك تحرك بسم الله تفضل ايوه احسن ابو غالب اقطع ام الغالب انسك ها والله نسويها مره يا نايم واحد دايم ما يدخل يا نايم واحد الدايم يا لا يا نايم واحد الدايم يا ولد يا نايم واحد الدايم يا نايم واحد الدايم يا نايم يا ولد يا نايم واحد الدايم يا نايم واحد الدايم اهلين ابن عمي هلا والله الملوكي يا نايم اهلين وسهلين ابو غالب هلا والله يلا يا شباب نجح بالتحدي باقي انا الله يستر الله طيب سوي زيك يعني ونوش تخش الصاله عليهم وتغني اغنيه ولازم الكل يتفاعل معك إذا ما تفاعل معاك تطب في المسبح انتو الكاب والروب كله لا زعف واقول لك شيء تعال البس هذه لا 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 بس بس هذا الحقود هذا هو هذا الحقود ايه لازم يتفاعلون معاه يغنون معاك تم يلا اذا ادخل هيك اسمع كيف نص الصالة يا بارد وجه ذا عاد شو يطلب طلب يلا السلام عليكم سؤال ليش تداوم ما ادري ما ادري ما ادري غصب عني غير غصب شو اسوي؟ وش وزره؟ اسمع وزره غراب ايش فيه؟ وزره غراب اي اي انا كان كويس الحين لازم تدق اغنيهم عارفينها كلهم وش هي؟ طيب يا عيال صوت واحد اللي يعرفها بيقول معي اللي يعرفها اوكي ممتاز؟ ممتاز وش الاغنيه؟ ايش يا من ياتي يا سلام اخر شخص زيادك ممتاز ركز معي خافك لك شيء شوف زياد هنا شم رايح ايه ما عليك ترحمني وارحمك ايه تخسي تقول لا انت ابدا انا ابدا ايه عشان اشوف تتحمل اي شيء شوف انت ولد عمي وعلى عيني وراسي تب. بس تتحمل اي شيء تسوي ايوه ايوه وانت تتحمل بعد انا اتحمل لو تقول لي ايش ايه لو تقول لي ايش بسوي يلا تمام بس اسمع انا ما بك تدفع فلوس ولا بك تجيب طلبات اغراض شيء ذا طيب منك شيء بسيط وشو مو بسيط هو امزح معك مو بسيط قول اي ممتاز تروح غرفة ابراهيم تزرف مفتاح موتره ايوه عشان يلا الله يبارك ايوه وتاخذ موتره وتوقفه بعيد وتتركه وترجع وتترك انا تنزل المفتاح ولا تحلم ولا تقول اي يا ولد هذا يبي ينضارب مع البيج بوس مع المدير يلا تخش تقول لا اتحدى طيب وين ابراهيم ابراهيم بالصالة اي يجيبنا احنا بنروح ننبق السيارة بعدين هو يرجعنا يا رب ونخلي السيارة هناك ايوه ما يضرب تعطر شوي والله صدق وش ذا؟ لا هذا ما ايه حتى مصور حتى مصور يعني حتى مصور ايه والله حلو هذا حلو يا ولد مديرنا والله عنده عطورات مكس وش قلت لك؟ والله ما اطول منك صادق دائما كل ما جيت هنا يا جماعه الخير اذا صار لي شيء ولا شيء سامحوني تكفون الله يوفقكم والله ما يدخلكم تكفون الله بسم الله يا رب
الغلبات رايد؟ والله اني ما اعرف ابدا اي شيء. يا رب لمس ما شاء الله كيف شكلي؟ والله والله شكلي شكل اغني. شوف شوف ال 100,000 وين وديها؟ طيب وين لبك؟ بلبك هنا صح؟ قدام شوي؟ قدام قدام خله ما يطلع يشوفها. ابد ابد بعد؟ لا ما به يشوفها هنا مستحيل. عاد والله انه ذوق الامام حط بنص شعرك بقى هنا يا طويل العمر السلامة. سكر بس هذه ممتاز. طيب زياد ها ما اننا لبقنا السيارة ايه؟ وبنرجع مع روب للفيلا. حلو زين؟ حلو تحدي حقي بروح انا وروب للفيلا بالسيارة. ايوه وانت ارجع مشي. لا لا الله يرضى عليك خسي تقول لا غايد والله العظيم ما عليك. ايه والله بعيدة بس بغيت اقفل السيارة. والله بعيدة والله بعيدة ما لي دخل. والله ما لي دخل هذا التحدي زياد. والله غايد. والله اني اسف. اركب اركب يا مصور اركب اركب افتح الدريشة. يلا زياد تبي شيء؟ امشي يلا شوفك على خير. يلا بس يلا والله انه ما رحمني ما راح ارحمه. والله جالس يمشي والله انه قرب الفلة. يلا يلا بس يلا يلا علبت عليك يلا رياضة 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 يلا يرضى عليكم تكفون تكفون يلا 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 خذوني خذوني رياضة 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 متعلق والله. تخسر كل هذا والله ركبت انا غلطان يوم اتحداك ذي قال خطيني صعب والله انه سهل. المشكلة انه راح معي الزل والله انك زليت رفعت. يعطيكم العافية جماعة الخير. زي ما قلت لكم إذا تبون جزء ثالث لايك والاشتراك أهم شيء الاشتراك الله يرضى عليكم. لا تنسون المتجر جماعة الخير الهودي الأبيض والأسود نزل بمتجره لا يفوتكم RA2 لا تنسون.